قداش عطوك ميزانيه معالي الوزير السنه هذه على الاقل؟ ميزانيه شنو تحكي على الباب الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا ما هي هذه مختلفه هين. للامداد الطبي، خلينا للامداد الطبي. لا الامداد الطبي، الامداد الطبي كله في جهاز الامداد الطبي، ماهوش هنا. ما عطوكش ولا شيء للامداد الطبي؟ كل ما يعني معطونا اللي هو في الباب الثاني في التسييرية أو في بند التحسين للمستشفيات. قديش عطوك؟ وهذه أرقام ما هيش كبيرة، لكن مش معناها راهو فيه تقصير من حد. يعني أنا نقول لك، أنا نحب يعني الأرقام دكتور، قديش عطوك؟ لا ما غير اسمع، والله نقول لك هو الآن الأمور هي مازال راهي حقيقة مازال في طورها، ما نقولكش أنا رقم وبعدين ما يصيرش منها، أو نقول لك رقم وبعدين يطلع. اللي عندي من معلومات أنه عاطينك فلوس دكتور. إلى حد الآن يا أستاذ أحمد الأمور قاعدة تحت الإجراءات، ولكن اللي نحب نقول لك راه حقيقة يعني ممكن قطاع الصحة الوحيد اللي ربما هذه الحكومة مهتمة به أكثر من القطاعات الثانية، ويتم الصرف راه مش بالضرورة مرات حتى على من وزارة الصحة. يعني الحكومة في الكثير من الأحيان يعني نربط فيها بالمستشفيات بشكل مباشر، وفيه راه الكثير من المشاريع والكثير من الاحتياجات تتوفر فيها بشكل مباشر، فمن الصعب جدا ان نعطيك رقم ونقول لك انا هو هذا شويه ولا هلبه، لان مهما بنقول يعني. طيب انا عندي معلومات دكتور ان حضرتكم نزلكم 80 مليون دينار ليبي، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ لا غير صحيح. لا معقول اللي نزل الوزاره ما هوش لا ما نزلش لا. لكن الهواري وطبرق والبيضة منين جوهم الادويه اللي خشت لهم دكتور؟ ما هو قلت لك احنا نعالجه في امورنا باشياء يعني ممكن قد تكون حتى ما نبيش نقول بدائيه شويه، لكن شو معناه تعالجه في اموركم؟ منين جت الادويه؟ الادويه مش ما عندناش فلوس قلت لك هيك، لكن انت قلت لي انا سالته لك قديش عطوك فلوس؟ قديش نزلت ميزانيه؟ نبغى نقارنه صحيح المبلغ شويه ها، لكن المبلغ اللي موجود نقارنه طريقه صرفكم بس يا دكتور معالي الوزير. طريقه صرف نقارن بحاجه واحده بس، مهما نديره أوكي غير أعطيني أرقام دكتور، أعطيني أرقام. لا بس نعطيك أرقام بس غير لحظة. 3,554 مليون ما جناش منه حتى 1% أو 2%، ومع هذا استطعنا أن نوفر الاحتياجات اللي تطلبها المستشفيات إلى حد كبير، ومستشفيات راهي كبيرة ومستشفيات يعني. مين جبتوهم الأدوية هذوما؟ نشروا فيهم مستلزمات هذه، نشروا فيهم. مين جبت الفلوس باش تشروهم؟ ما قلت لك الفلوس اللي جت حتى لو انها كانت. قداش الفلوس اللي جت؟ هذا هو سؤالي دكتور. يا احمد استاذ معلش ما نقدرش نقول لك، ما هو شنو هل بقول لك كل الاجمالي والله قداش؟ اي الاجمالي ايه، علاش ما تقدرش تقول لي مع الوزير؟ حضرتك لما كنت في التعليم كنت شفاف، علاش؟ لا انا دائما شفاف. طيب ما عندي مشكله. اعطيني ارقام قداش اعطوك؟ هل تبيه المجموع؟ ايه المجموع. المجموع ممكن زي ما قلت 80 مليون. 80 مليون ولا لا؟ ايه. طيب انا بسالك سؤال ثاني قبل ما نخش في العمق معاك في الاسئله هي. عندك مورس عليك ضغوطات من اعضاء برلمان ولا لا؟ لا لا لا, لا ابدا يعني كل القرارات اللي انت اتخذتها شخصيا بإرادتك. انا تعرفني دائما هيك يعني، هو مش معناها ما يجوش نواب، يجوا نواب ويطلبوا في اشياء لمناطقهم وهذا حقهم، وهم نواب يعني انتخبوا من دكتور. عندي معلومات مؤكده ومن اكثر من مصدر ان اللي شريتوه ب 80 مليون حقه 20 مليون. ما شريناش ب 80 مليون والله، هاي معلومتك كلها غلط يا استاذ احمد. بشريته 30 مليون. انت ما قلت لك انا غير اسال انت شنو اللي خش. انا قلت لك اللي خش كله 80 مليون، منهم 15 مليون في العلاج في الخارج بنحاول نديروه، منهم 10 مليون لأدوية الأورام اللي نحن هذه المواطن اللي يشري منها كل يوم يشري ويبيع في حاجات مخصصين 10 مليون، 10 مليون لموضوع الكلى، يعني تقريبا قاعدوا 40 مليون أو 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 حاجة هكا في التحسين، هذا مازال حتى ما درنا به شيء، يعني شرينا به بعض الحاجات اللي هي في الحاجات الطارئة وحيتوزع على المستشفيات بالطريقة اللي نروها تؤدي الغرض.